مادة آثار مصر اليونانية الرومانية، الفرقة الثالثة، قسم الإرشاد السياحي. النهاردة هنتكلم عن معبد كومومبو. تقع مدينة كومومبو في جنوب الوادي، وتبعد حوالي 50 كيلومتر إلى الشمال من مدينة أسوان. كان لموقعها أهمية كبيرة، حيث كانت تسيطر قديما على طرق التجارة والقوافل في النوبة والواحات، وإلى الشرق منها كان يوجد الطريق المؤدي إلى مناجم الذهب في الصحراء الشرقية، والذي يبدو السبب في تسميتها في العصر الفرعوني نبو، أي الذهب، والتي أصبحت تعرف في اليونانية أومبوس، ثم عرفت في القبطية بمبو، ثم أضيفت لها الألف فبقت اسمها إمبو. وكلمة كوم وتعني التل أو المكان المرتفع، فأصبحت في اللغة العربية تعرف باسم كومومبو. بالنسبة لآلهة المعبد، كرس المعبد لعبادة الإلهين سوبك وحورس في نفس الوقت. سوبك على هيئة التمساح وبيرمز للشر عند المصري القديم، حورس هيئة الصقر وبيرمز لقوة الخير. وارتبط بكل من حورس وسوبك أسطورة حورس وسوبك، وهي بتتكلم عن الصراع بين الخير والشر. بالنسبة لتاريخ المعبد، هلاقي انه كان بيوجد في المعبد في المكان ده معبد في عصر الدولة الحديثة، والمعبد القائم حاليا تم انشاؤه في خلال العصر الوطني والروماني، كان بداية بناؤه في عصر بطليموس الخامس والسادس. وتدل البراهين لوجود معبد سابق فرعوني لوجود نقوش بأسماء الملوك في الأسرة الـ18 أو في الدولة الحديثة بشكل عام، منهم أمنحتب الأول وتحتمس الثالث، أمنحتب الثاني، حتشبسوت، وكذلك رمسيس الثاني. بالنسبة لوصف المعبد، فهلاقي بيعتبر المعبد مثالا رائعا للهندسة المعمارية، ويتميز بنفس مميزات المعابد المصرية في العصر البطلمي والروماني من حيث التصميم والعمارة والزخارف. بيتميز هذا المعبد بأنه ينقسم إلى قسمين متساويين، خصص القسم الأيسر منهم إلى حورس وثالوثه، أما القسم الأيمن فكان للإله سوبك وثالوثه. وزينت جدران المعبد بزخارف مصرية ونقوش هيروغليفية. بالنسبة لتخطيط المعبد، فهلاقي ان المعبد بيبدأ بالصرح اللي كان موجود، وطبعا اتهدم لم يتبقى منه الا جزء بسيط، حيث ابتلع النهر جزء منه. فكان الصرح بيتكون من برجين كبيرين بينهما مدخل بيؤدي الى بناء المعبد. ويوجد في اسفل الصرح مناظر حملت القرابين، والاله حابي اله النيل وهو يحمل القرابين لآلهة المعبد. ونجد بالصرح مدخلان، الايمن خاص بالاله سابك، ولذلك عليه مناظر خاصة بالاله سابك والثالوثه التابع لسابك، والمدخل الايسر كان خصص للاله حورس وثالوثه. ويؤدي هذان المدخلان الى الفناء المفتوح. هلاقي الفناء المفتوح بيضم 16 عمود مقسمة على 3 جوانب من الفناء، ولم يتبقى منها الا الاجزاء السفلية فقط، وعليها نقوش تمثل الامبراطور تايبيريس، ويقدم الالهة يقدم القرابين سوري لالهة المعبد. بيتوسط الفناء مذبح على جانبيه حوضان من الجرانيت علشان الذبائح، وحينما يقدم القرابين لآلهة المعبد يتم من خلاله ذبح الذبائح على المذبح، ومن يعني كل الحاجات السائلة اللي بتنزل من ذبح القرابين بتنزل في الحوضين اللي موجودين من الجرانيت موجودين جنب
هذا المسبح. وفي نهاية الفناء المفتوح بيوجد حوائط ستائر عليها بعض النقوش تمثل الأباطرة والآلهة، وحوائط الستائر دي بتفصل بين الفناء عن قاعة الأعمدة الأولى. أما عن قاعة الأعمدة الأولى فهلاقي إن هي بها 10 أعمدة مقسمة على صفين، ولها تيجان نباتية ونخيلية. بعد كده قاعة الأعمدة الثانية وهي أصغر من قاعة الأعمدة الأولى وبها 10 أعمدة، لها تيجان في شكل زهرة البردي المتفتحة، والأعمدة أكثر من أعمدة الصالة الأولى. يتبع بعد ذلك بعد صالة الأعمدة الثانية 3 ردهات صغيرة متتالية، خصصت الأولى والثانية للإله سوبك والإله حورس، أما أرودها الثالثة فخصصت للإثنين معا، وهي مغطاة بالنقوش التي تحمل مناظر التتويج وحضور الملك أمام الآلهة. ثم بعد ذلك هنلاقي قدس الأقداس، وهو قدسين للأقداس. ولتكملة الشكل المزدوج للمعبد نجد أن بعد الردهات الثلاثة يوجد قدسين للأقداس وهما محطمان تقريبا، ولكن بيلاحظ وجود قواعد جرانيتية سوداء والتي كان بيوضع عليها القوارب المقدسة داخل هذه داخل قدسي الأقداس. بيحيط بالمعبد ممر داخلي يبدأ من صالة الأعمدة وبيحيط بأجزاء المعبد الداخلية، وفي نهاية هذا الممر يوجد 7 حجرات تفتح على الممر. يبقى عندي حوالين المعبد من جوه ممر داخلي بيبدأ من صالة الأعمدة وبيحيط بأجزاء المعبد، ويوجد به 7 حجرات بتفتح على الممر. كذلك بيحيط بالمعبد كله من بره سور خارجي عليه نقوش تمثل الأباطرة يقدمون القرابين للآلهة. كما يوجد على الحائط الشمالي الشرقي منظر للإمبراطور تراجان راكعا أمام الإله إمحاطب إله الطب، وبينهما بعض النقوش لأدوات كانت بيقال إنها أدوات تجميل، ولكن الدراسات أثبتت أنها أدوات طبية وجراحية. ده منظر الأدوات الطبية اللي اتوجدت على الحائط الشمالي الشرقي. كلها أدوات طبية وبتستخدم في الجراحة أو العمليات الجراحية. أما بالنسبة لملحقات المعبد فهلاقي إن من ملحقات المعبد بيت الولادة أو الماميزي، وبيقع في مواجهة المعبد أمام الصرح من الناحية الشمالية الغربية، ويوجد بين المعبد وبيت الولادة بئر ربما يستخدم